اليوزرز تبع تويتر صاروا فوق ال 550 مليون شخص في العالم. قديش في عدد يوزرز على تويتر كل يوم بفوتوا؟ 135 ألف. Number of unique Twitter site visitors every month، يعني كل شهر قديش بفوت أشخاص، يعني إذا أنا فت ثلاث مرات محفوظة كمرة واحدة، 190 مليون. Average number of tweets every day، كل يوم كم تويت أو كم تغريدة بينعمل، هي 58 مليون. أوكي، وإلى آخره. فإذا ما رح تشوفون كلهم، بس حتى تشوفوا قديش أهمية تويتر وقديش في عالم عم يستعملوا. فإذا total number of Facebook users، قديش في Facebook users بالعالم؟ أوكي، 1.1 مليار Facebook users، منهم في 680 مليون شخص بيستعملوا فيسبوك عبر تليفوناتهم. أوكي، total number of minutes، قديش كم دقيقة من نقعد نحن أو نستعمل فيسبوك كل شهر؟ 700 مليار. أوكي، انستغرام، اوكي هدول هينا نقراهم. فاذا انستغرام عندنا 130 مليون يوزر. اوكي، كل ثانيه عندكم 58 صوره محطوطين، وعندكم فوق 16 مليار صوره محطوطه لحديد هلا على انستغرام. فور سكوير عندكم 40 مليون مستخدم لفور سكوير. اوكي، عندكم العمليات الدخول الى فور سكوير 3.5 مليون، النصائح الواردة على فور سكوير 30 مليون، وصفحات الأعمال في فور سكوير هن 1.3 مليون. أوكي، فبعد أن بعد ما عم تسألني شو هو فور سكوير؟ فور سكوير هو مثل وسيلة اجتماعية، بس منها كتير جديدة، ولكن كمان منها كتير مستعملة، اللي هي أكثر شيء بيستعملوها المطاعم، المولز وإلى آخره، اللي هي أنت بتفوتي، ما بعرف إذا مثلا بتشوفيها يمكن أوقات على فيسبوك، أنه حدا من أصدقائك، أو على تويتر حدا من أصدقائك بحط أنه I am at، تنقول I am at Starbucks، مع لينك هيك بيكون موجود. أوكي، بفرجي على مثل خريطة هو وين. إذا فور سكوير هو مثل خريطة، بس أكيد على الموبايل فون، بتخليني أنه أنا حدد مكاني وين. اوكي، بتخليني اذا انا كنت مطعم مثلا مثل جوجل ماب، صحيح، ولكن فيها تواصل اكثر وفيها تفاعل اكثر. فاذا انا اذا كنت مطعم سجل حالي على فور سكوير، هيك ساعتها مضبوط، ساعتها العالم بيوصلوا لعندي، اذا وصلوا لحد المطعم اللي عندي، فور سكوير بيفرجون انه انتم فيكم تجوا على هذا المطعم. اوكي، اذا انا عامله بروموشن او عرض عندي بالمطعم، في حطه على فور سكوير، ساعتها كمان بيفرجون فور سكوير انه في بهذا المطعم في عنا عرض، فيكم تفوتوا وتجربوا. وهذا هو ذاته العالم بيتركوا عليه نصائح، دونك هن جربوا هذا الاكل او جربوا هذا المطعم، حبوه او ما حبوه الى اخره. لينكد ان هو الموقع الشبكات المهني، يعني هو من اهم موقع مهني بالعالم، هو اكبر واحد بالعالم، يضم اكثر من 200 مليون عضو بأكثر من 200 بلد. كم ساعة فيديو كل دقيقة بيطلع على يوتيوب؟ 60 ساعة. كم فيديو بينحضر كل يوم على يوتيوب؟ 4 مليارات. كم شخص بيفوتوا على يوتيوب كل شهر؟ ما عم بحكي أكيد، إذا أنا فتت 30 مرة بنحسب كمرة واحدة، 800 مليون شخص. كل شهر بنحضر 3 مليارات ساعة من فيديو على يوتيوب. وقتها سيكويا تخرعوا يوتيوب، دفعوا بال 2005 11 مليون ونص دولار حتى عملوا يوتيوب. بعد سنة من هيك جوجل اشترت يوتيوب، اشترته ب 1.65 مليار دولار، يعني هدول عملوا ربحهم على 100 مرة بسنة واحدة.